حلو وتهنيجن ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا. تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العقل عمو يزيد. تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال. مساء الخير يا أطفال. وش راكم؟ إذا مرحبا بكم في حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. وكذلك الأطفال لم يشاهدوا فينا وحبوا يحضروا معنا باش يفرحوا كما هاد الأطفال، ما عليهم إلا يتوجهوا الإنترنت على موقعنا عمويزيد.com بالشكل التالي. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال. لما تشاركوا وتسجلوا برك شوية تاع الصبر لأن التسجيلات كثيرة وبزاف الأطفال حابين يجوا يحضروا عند عمو يزيد، وعمو يزيد حاب يجيبكم كامل، ولكن شوية تاع الصبر. كالمعتاد في كل مرة نتكلموا على الأيام العالمية والدولية المهمة. في هذه الفترة يوم 24 جانفي يتزامن مع اليوم العالمي للرياضة النسوية. إذن الأمم المتحدة دارت يوم للرياضة النسوية. على بالكم الرياضة مهمة جدا في حياتنا، والرياضة النسوية مهمة. ديروا شوية رياضة، ديروا رياضة. إذن لازم ديروا رياضة، لأن العقل السليم في الجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم. يقي. إذن كالمعتاد في أول الحصة نعطيكم لغز. لغز اليوم يقول: كلمة إذا نطقناها فعلنا عكس معناها، ما هي؟ أعيد اللغز: كلمة إذا نطقناها فعلنا عكس معناها، كي ننطقوها راح نديروا العكس تاع المعنى تاعها. يا أخي إذن فكروا إلى غاية نهاية الحصة. أنتم وأصدقائنا لم يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا في الجواب عن اللغز بهذه الطريقة. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com اضغط على زرار جاوب على اللغز املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذن يا أطفال فكروا في اللغز إلى غاية نهاية الحصة، وإحنا رايحين دركا نتعرفوا عن شخصية من خلال البحث اللي قمتنا به نور الهدى، والشخصية هذه محمد زعموم. إذن أتفضلي نور الهدى. استقال نور الهدى. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكيكم على شخصية الشهيد محمد زعموم المعروف باسم سيس صالح، من مواليد نوفمبر 1928 بعين طايو الجزائر. بدأ نشاطه السياسي مبكرا، أصبح عضوا في المنظمة الخاصة مسؤولا عن خلايا بمناطق مختلفة بالقبائل، وقد مكنته وظيفته بالبلدية من مساعدة المناضلين في الحصول على وثائق هوية مزيفة. اعتقل من طرف السلطات الفرنسية وأطلق سراحه في ربيع 1954. انتقل إلى حياته السرية إلى غاية اندلاع الثورة، حيث أشرف على التحضير لها في منطقة القبائل بالتنسيق مع كريم بالقاسم سنة 1956. حكمت عليه السلطات الفرنسية بالإعدام غيابياً. عين عضواً في مجلس الولاية الرابعة ليخلف العقيد سحمد بوغرة على رأس الولاية الرابعة سنة 1957. التحق بتونس لبحث قضية وصول الأسلحة إلى الداخل، وأصبح عضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية سنة 1958. وفي الطريق إلى تونس وقع في كمين نصبته قوات الاستعمار، فاستشهد قرب مشادلة البويرة في 20 جويلية 1961. إن لله وإنا إليه راجعون، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. شكرا نور الهدى. شكرا. برافو يا أطفال. بوبي يعطي لي هذاك الميكرو. حبيت نسألكم، الطفل
لما يدير كش حاجة هكذا ويحب يهرب من والديه عند إنسان يتخبى عنده، عند من يهرب يتخبى؟ شكون يهرب لعنده؟ شكون؟ واسمك وليدي؟ محمد. عند من يهرب؟ عند جارو. كاين إنسان قريب وحنين علينا لنا، هربوا لعنده نتخباو عنده. واسمك؟ عماد. عماد، عند من تخباو؟ عند الأب. عند الأب؟ لا 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 لا، كي تحب تتخبى من يمك وباباك عند من تروح؟ عند الجدة. عند الجدة، واسمك وليدي؟ عمر. مثل عمر. عمر، برافو. نهربوا عند الجدة. إذن عمو يزيد دار لكم أغنية، جدتي أنت سر بسمتي. يلا تغنوا كامل معايا. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. بالصافي تكني لي وتزيدين في تدليلي، بالحب الصافي تكني لي وتزيدين في تدليلي، وكم في صلاتك تدعي لي بالخير والبركات، وكم في صلاتك تدعي لي بالخير والبركات. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي، فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي. برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي، فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. وفي حضنك أنا كم أهنى، أحبك حبا لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنى، خذي من عمري تحيي لنا بوركت يا جدتي، خذي من عمري تحيي لنا بوركت يا جدتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي.
برافو 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 برافو. إذن يا أطفال رحبوا معايا بعمو أمين اللي جانا من مدينة ستيف. تصفيق على عمو أمين. برافو 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 برافو. يا أطفال واش رايكم دركا عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الذئب الأحمق والجدة. يلا كملوا معايا. يا أطفال كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية الذئب الأحمق والجدة. واحد النهار كانت واحد الجدة كانت تعمل في الحقل، وبنتها خلت لها وليدها حطاتو هكذا وهي تعمل هكذا في الحقل وكامل، بصح وليد هذاك ما حبش، وليد بنتها ما حبش كاع يسكت من البكاء، يبكي يبكي وهي تقول له اسكت يا وليدي خليني نخدم. لا لا يبكي يبكي، عطات له البيبرو ما حب يسكت. قالت له شفتوا بالمرات الام ولا الجده كي تقلق هكذا واش تقول له؟ تقول له اسكت ولادك نرميك الديوبه ياكلوك. هو كي قالت هكذا دوك نرميك الديوبه ياكلوك، الذئب كان يسمع. اوه قال دوك ترميه لي، دوك ترميه للجدة، ترميه للطفل هذا باش ناكلو. قعد يستنى قعد يستنى، الجدة كملت الخدمة ديالها وكامل، ومن بعد دخلوا للدار. دخل الدار والذئب هذاك يستنى. واحد الذئب كبير كبير هكذا جاز عليه، قالوا واش راك دير هنا؟ قالوا اروح معايا نروح نصيدو. قالوا لا راني نستنى في الفريسة ديالي دوك يرميوها دركا، وانا نستنى فيها والجدة سمعتها قال دوك نرميك مع الطاقة.
قال له يا اخي احمق يا اخي، كيفاش الجده هذه راح ترمي لك هذاك الولد؟ لا لا انا سمعتها قالت له دوك نرميك للديب ياكلك. بات هذاك الديب كاع الليل هو يستنى، وغدوه من ذاك الصباح ناضت هذيك الجده وصابت هذاك الطفل مرتاح لانه نام مليح، بدلت الحفاضات ديالو كامل وصبح يلعب. صبحت الجدة تلعب معاه وتقول له يا حبيبي نحبك يا عمري كما تقولكم الجدة تاعكم كامل. الديب قعد مخلوع هكذا. اذا عمو يزيد نستخلصوا من هذه الحكاية ان حب الجدة لأحفادها لا حدود له. برافو برافو بوبي. اذا يا اطفال بوبي جيب لنا حكم بزاف ملاح. برافو برافو. يلا يا اطفال درك الحقنا للوقت اللي لازم تجول عندي تحكوا لي النكت الجميله تاعكم. شكون اللي عنده نكته جميله؟ تعال يلا تفضل. واسمك؟ احمد. احمد واش هي النكته تاعك احمد؟ واحد كان يسوق طوموبيل ومادا دار اكسيدون وكينات في الكوما حا عينيه ومادا قال له شكون هذاك من العبايه البيضاء اللي ضربني؟ هو عم بالو الباهق. برافو. اروحي بنتي. واسمك؟ ملاك. وين تسكني ملاك؟ في هراوة. في هراوة. يلا بنتي احكي لنا النكتة. واحد المرة واحد المرة كانت تقول لبنتها روحي عند جداتك. روحي عند جداتك باش تديلها شوية ماكلة لاخاطش هاي مريضة. قالت لها ماما راني عيانة وقت دوكار وقت نروح عند جداتي. قالت لها بنتي روحي مع هذيك الطفلة ما خداتش راي بنتها. بعد كي خرجت واحد المرة كي خرجت طاحت ما كي بدات تبكي راح تعدي ما قالت لها تستاهلي لخش هذيك المرة ما حبيتش تروحي عند جداتك. داكور اوكي بنتي. برافو 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 برافو. يا اطفال الحقنا درك الفقرة الجواب عن اللغز. كلمة إذا نطقناها فعلنا عكس معناها. كلمة إذا نطقناها فعلنا عكس معناها. شو اللي عنده الجواب؟ واسمك بنتي؟ ريحان. وين تسكني؟ شرشري ريتي بازا. أوكي وشو الجواب؟ السكوت. السكوت. شو اللي عنده جواب آخر؟ الصمود. الصمود. هذه الكلمة ما كانش ما كيش بعيدة عن المعنى ولكن مشي هكذا. شكون؟ الصمت. الصمت. هي في ثلاثة كان عندكم الجواب. شو هي؟ قالت لي السكوت. قلت لي الصمود. إذن هو السكوت ولكن باللغة العربية هو الصمت مش الصمود. يا أخي هو الصمت مش السكوت. إذن تعال هو الصمت. إذن هي الصمت. بوبي أعطينا الهدية تاع صديقنا. روح وليدي تعال. إذن برافو برافو على الجواب. عمو يزيد يهديك قبعة مع عمو يزيد. وكذلك سيدي فيه 22 أغنية إن شاء الله تفيدك لعمو يزيد. تفضل وليدي. العفو العفو وليدي. تفضل تفضل. ودركا الحقنا ركن عيد الميلاد. عيد ميلاد اليوم عندنا عيد ميلاد إيناس 13 سنة. التحقي بنا إيناس وإحنا أصدقائنا يروحوا يجيبوا التورتة الجاتو تاع إيناس وإحنا نغنوا لها عيد ميلادك أحلى عيد. يلا أروح. عيد ميلادك أحلى عيد ربي اكتب لك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح.
احلى الاوقات نزهى نمرح غني نفرح ونعيش احلى الاوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. برافو. إذن يا أطفال مع إناس كامل 13 11 10 9 8 7 5 4 3 2 1. يلا طفينا مع إناس قاعد نطفوا مع هذولك. برافو 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 برافو. أعطيني الهدية تاعها. إذن إناس بما أنك كنت من اللي بعثوا لنا 5 قسيمات لعلب حليب رامي باش اخترناهم باش يجوا يحتفلوا بعيد ميلادهم. اذا رامي ممول الحصه يهدي لك هذه الهديه اللي هي تابلت كيدز ان شاء الله تستفادي بها. وهذه شهاده انجاح تصوير حصه مع عمو يزيد. وانتم كذلك يا اطفال كاع كي تخرجوا منها عندكم شهاده لكل واحد باش تحتفظوا بها كذكرى. يا اخي تفضلي بنتي. فوالا. إذا وأنا ما بقالي إلا نقول لكم بقاو على خير. انتظرونا في الأسبوع المقبل نهار 3 على 5 تاع العشية على قناتكم الشروق تي في. حبكم يا أطفال. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.